السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل عشان نكمل شرح أصوات اللغة الإنجليزية بطريقة جيري فونكس. زي ما اتفقنا إن احنا هنقسمها لـ42 صوت على 7 مجموعات. المرة اللي فاتت خدنا المجموعة الأولى اللي هي مجموعة الحروف، خلينا ننطق مع بعض مرة تاني: س أ ت ب إي ن. لاحظت بعد ما خدنا المجموعة الأولى إن بعض الأطفال بينطقوا حرف الآي، بيضغطوا عليه جامد، زي كلمة مثلا ست بيقولوها سيت سيت، أو كلمة إت بيقولوا إت، أو سناب بيقولوا سنيب. هي الحقيقة هي أخف من كده شوية، يعني بنقول سيت سناب إت عشان نقدر ننطق صح. حبيت بس أوضح الفكرة. النهاردة هناخد ست تو، واللي هو بيتكون من 6 أصوات. كمان عندي هنا ك ك، هما صوتين مع بعض بينطقوا ك ك. حرف السي لو جه لوحده وجه ورا واحد من الفاولز الخمسة A E I O U، وأحيانا بيجي معاهم واي، بينطق س. أما لو جه ورا أي واحد من الحروف الثابتة أو الكونسونانت بينطق ك. تاني صوت عندي هو إيه، حرف الإي إيه، وده يقابل الكسرة في اللغة العربية. بعدين عندي ه ه اللي هو حرف الإتش، بينطق من الحنجرة. بعدين رر رر، حرف الآر بينطق رر. بعدين مم، وده بيطلع من الأنف. وبعدين د د د. تعالوا بسرعة كده ناخد فكرة عن الأصوات مرة تاني: س سنيك، أ أ زي أنت، ت ت تنس، ب ب بيج، إي إي إنك، ما قلتش إنك، لا إنك، ن ن زي كلمة بلين أو إيروبلين. ستو ك ك إي زي كلمة إج. لما كنت تعبان بقى بقول إيه، هي بيطلع من الحنجرة. رر رر زي صوت الكلب لما يكون زعلان. مم مم لما تشوفوا الأكل بنقول مم. د د وده صوت الدرام، ده ده ده.